السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني للحد من التدهور المتسارع في سعر العملة الوطنية. أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن عن الاعتمادات التي استكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة. وأوضح البنك المركزي بأن عدد الطلبات الموافق عليها بلغ 20 طلبا، مشيرا إلى أنه يجري استكمال الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية وإرسالها إلى الجهات المختصة. وتسعى اللجنة الاقتصادية من خلال هذه الخطوة إلى الحد من انهيار العملة والمضاربات التجارية. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: أثر ونتائج الموافقة على الاعتمادات البنكية على العملة الوطنية والوضع الاقتصادي، ودور سياسات الحكومة والتحالف في الحد من تدهور العملة الوطنية. قبل النقاش نتابع التقرير. اعتمادات مالية جديدة أعلن عنها البنك المركزي اليمني ضمن الإجراءات البنكية العاجلة لمعالجة التدهور الاقتصادي الناتج عن انهيار العملة. البنك المركزي أعلن عن استكمال إجراءات اعتمادات الدفعة الثانية من الوديعة السعودية، موضحا في بيان له بأن الطلبات المعتمدة وصلت إلى 20 طلبا بأكثر من 75 مليون دولار تم تحويلها للبنوك المستفيدة. بيان البنك أشار إلى استكمال رفع طلب للجهات المختصة بالمملكة بخصوص دفعة ثالثة من الوديعة، مؤكدا التوصل إلى إجراءات سهلة للسحب من الوديعة السعودية بمراجعة زمنية محددة للحصول على موافقة وزارة المالية السعودية. تهدف إجراءات البنك المركزي تعزيز الحسابات الخارجية للبنوك التجارية اليمنية بهدف تفعيل دورها في تحقيق الاستقرار المالي اليمني العام، وصولاً إلى عمل مشترك بين البنك المركزي والبنوك الأخرى لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. يأتي إعلان البنك المركزي في الوقت الذي كانت فيه الحكومة واللجنة الاقتصادية قد اقترحت على البنك العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة للحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية التي تدهورت أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع وصل إلى 700 ريال مقابل الدولار الواحد. ليس هذا أول إعلان للبنك أو الحكومة من أجل إيقاف تدهور العملة ومعالجة الانهيار الاقتصادي، ويرى مراقبون أن انهيار الريال لا يزال مستمراً في وقت لم تتجاوز فيه الإجراءات الحكومية بوابة الإعلان عنها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا هذا التقرير الذي تحدث بصورة مفصلة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة نتيجة للانهيار الكبير والمتسارع للعملة الوطنية. نرحب بهذه الحلقة بالدكتور أو بالأستاذ أبو بكر باع عبيد، رئيس الغرفة التجارية في عدن. مساء الخير أستاذ أبو بكر. مساء النور، حياكم الله. حيا الله. أهلا بك أستاذ أبو بكر. في البداية، يعني كيف تتابع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن للحد من تدهور العملة؟ أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا المساعي من قبل الحكومة مساعي حميدة إن شاء الله، ولكن لم نلاحظ أي تغيير، في بالعكس يمكن سبب بعض الانهيارات، لكن نحن نعمل في القرارات الأخيرة التي تم إصدارها أن يكون في تغيير في ذلك إن شاء الله. ما كان في نعم. طيب أستاذ أبو بكر، أيضا يعني هذه الإجراءات ربما تحدثت أكثر من مرة الحكومة عن القيام بها وأيضا قيادة البنك المركزي الجديدة، لكن إلى اللحظة لم نلمس أي تغير ملحوظ والعملة في تدهور متسارع. اليوم ربما وصل الصرف اليوم إلى حدود 700 ريال. نعم الإشكالية سيدي أولا أنه مثل ما أخبرتك القرارات ما تنفذ، لأنه لا يوجد من ينفذها، من يتابع تنفيذها. يعني أنا دائما أقول لهم القرارات بالقنطار والتنفيذ بالأوقية، يجب أن يكون في آلية للتنفيذ، فترة زمنية للتنفيذ، في هيئة من يتابع أو شخص يعني البنك المركزي أو غيره هو اللي يتابع التنفيذ، لأن تصدر القرارات لكن في الواقع لا يتم أي شيء تغيير في الداخل الوطن نفسه.
نحن نريد أن يكون القرارات ولو كانت قليلة وتم تنفذ، عشان يعني خلينا أكون أكثر صراحة معك. نعم. العملية عدم وجود ثقة بيننا وبين القطاع الخاص والقطاع العام أو الحكومة. نعم. لماذا؟ لأنه أي قرار يصدر من قبل الحكومة ولم ينفذ يكون مردوده عكسي. اتفقنا صحيح. في كثير من الأحيان في بعض الأسعار تتغير من قبل الحكومة، يعني الآن نتفق على سعر في سعر الاعتمادات المستندية التي ستدفع من الوديعة السعودية ب 470، هي نفس الاعتمادات بعدين طلبوا من التجار ب 497، بعدين نزلوا عملة صعبة بالدولار للتجار من 100,000 دولار ب 520، والآن يتكلمون على 585. نعم. هذا تربك الناس وتربك السوق. يجب أن تكون الدولة ولو قليلة يعني قراراتها بس منفذة. نحن الآن على تواصل مع دولة رئيس الوزراء ومع اللجنة الاقتصادية، حاول أن نحن كيف يتم المتابعة، كيف يتم التنفيذ لهذه القرارات. الناس تعبت، الأسعار حتى التجار الآن من كم يوم أكثر التجار الجملة أغلقوا محلاتهم، لا يستطيعون يبيعون، ما يعرفون كم يبيع، يعني كل ساعة كل ساعتين يتغير السعر، فهذا سبب إرباك في السوق، سبب نعم. إرباك لدى المواطن المسكين، يعني صارت السلعة ليست في متناول يده. نعم. طيب ولكن أستاذ أبو بكر، نعم، ولكن أستاذ أبو بكر أيضا يعني هناك أيضا اتهامات بأن القطاع الخاص والتجار للأسف الشديد يعملون على يعني اللعب على العملة والمضاربة بالعملة من أجل استغلال الناس واستغلال البسطة، ولا يراعون ظروف الناس الصعبة وأيضا ظروف البلد والحكومة. هذا صحيح، ولكن مش كل التجار، في تجار داخلين على التجارة ولا يدخلوا في موضوع الصرافة، لأن الصرافة الآن كثير من اللي يعملوا في الصرافة لا لهم أي علاقة بالصرافة ولا يفهمون الصرافة، مجرد تجارة يتعاملون فيها ربح وخسارة، لكن هكذا ليست هكذا الصرافة. الصرافة لها قوانين، لها لوائح، عليها ضمانات، ولكن وبدون تراخيص يعملون. نحن نقول لازم الحد من هذا، لازم الدولة تكون متواجدة في كل شيء. نعم. لأن الآن الصراف من يتابعه؟ نعم، يعني لا توجد أي رقابة. نعم. مثلا بالمئة الشيء يبيعه ب105، كيف من هو اللي يتضرر؟ ما يهمه، ولكن هذا خطأ. نحن نعم. نقول هذا، أن ما كل التجار يعني يمشون على يخافون الله ولا يهتمون بحق المواطن. نعم. لكن في تجار محترمين ويخافون على سمعتهم، يخافون على على مكانتهم في السوق، لكن كيف نعمل؟ نعم. طيب أستاذ أبو بكر، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من القاهرة. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيفك الكريم الأستاذ أبو بكر باعويد، وهو من الشخصيات يعني المرموقة في القطاع التجاري، وأيضا احترامنا له ولما طرحه من نعم. من ملاحظات قيمة. نعم. طيب أستاذ نصر، أنت من ناحية اقتصادية بحتة وتتابع يعني ربما التدهور المتسارع للاقتصاد الوطني والعملة المحلية رغم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بين الحين والآخر، لكن تبوء بالفشل. هذه الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بالأمس، هل تعتقد أنها ستفضي إلى حل يوقف هذا التدهور؟ في تصوري أن القرارات المتخذة مؤخرا فيما يتعلق بمحاولة وقف تدهور العملة بعضها قرارات جيدة وبعضها أيضا غير قابلة للتطبيق، أو أنها يعني حالمة أكثر من اللازم، لكن الإشكالية ليست في هذه القرارات أو في صيغة القرارات، وإنما المشكلة في التنفيذ مثل ما طرح الأستاذ أبو بكر. نعم. وأيضا قدرة الحكومة بمنظوماتها بمؤسساتها المختلفة، سواء كانت وزارة مالية أو بنك مركزي أو غيرها من المؤسسات التابعة للحكومة، قدرتها على تنزيل هذه القرارات أو تنفيذها في الواقع العملي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى للأسف الشديد أيضا تلاحظ أن هناك
ارتباك في بعض القرارات، يعني على سبيل المثال فيما يتعلق بسعر البيع المعلن مؤخرا، فيما يتعلق بسعر المصارفة، يعني فعلا كانت قد أعلنت الحكومة أن السعر 480 وبعدها ارتفع السعر، ومؤخرا تعلن أنها ستعتمد سعر مصارفة ب 585 للدولار الواحد، وهذا يعني في ظل عدم قدرة الحكومة على تغطية كافة الاحتياجات للقطاع التجاري للاستيراد، هذا يفتح الباب لمزيد من التدهور في سعر الريال أكثر مما أعلن. ولكن الآن المستندات الاعتمادية، نعم، الآن اعتمادها في البنوك ومن أجل التجار وتسهيل مهامهم عن طريق هذه الاعتمادات، هل يعني ستحد أيضا، ستساهم بصورة مباشرة في إيقاف هذا التدهور أم لا؟ أولا أن يعني في تصوري أنها لن تحد بشكل كبير من هذه الأزمة لعدة أسباب. واحد، نعم، أن هذه الكمية المعلن عنها أو الاعتمادات المستندية المعلن عنها هي نسبة بسيطة مما يتطلبه السوق من احتياجات للدولار واستيراد للبضائع والمشتقات النفطية لا سيما المواد الأساسية. النقطة الأخرى هي بطء الإجراءات، يعني أعلن البنك المركزي سواء كان على المستوى المحلي فيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي، إجراءات البنوك والبنك المركزي واعتمادها، أو ما يتعلق باعتمادها أيضا من الجانب السعودي، لأن الوديعة أيضا وديعة مشروطة وبالتالي تحتاج موافقة الجانب السعودي. كان هناك تصريحات أن هذه الإجراءات تم تسريعها، لكن في تصوري أنها ما زالت هناك عقبات كثيرة وهناك بطء في هذه الإجراءات، وهو الذي تسبب خلال الفترة الماضية في عدم الاستفادة القصوى أو الاستفادة المثلى من الوديعة السعودية المعلنة. وبالتالي يعني هناك إشكالية كبيرة في أداء الحكومة نفسها، في إدارة الحكومة وإدارة المؤسسات المعنية بهذا الجانب. هناك شق يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي يفترض أن تتبع، وبالشراكة مع القطاع الخاص وكافة المعنيين، وأن يكون هناك يعني فعلا نقاش بين كافة الأطراف لاتخاذ هذه السياسات، وأيضا التنفيذ الفعلي على الأرض. يعني واضح أن الحكومة ما زالت خارج، يعني هي خارج البلد، واللجنة الاقتصادية أيضا خارج البلد، أذرعها وأدواتها الفاعلة في التأثير الميداني وهو التنفيذ الفعلي لهذه القرارات ما زالت يعني ضعيفة للغاية. القرارات التي تتخذ يوميا فيما يتعلق بتخفيض باعتماد سعر معين للدولار، باعتماد الاعتمادات، فتح الاعتمادات المستندية وغيرها، لكن ما يحدث في السوق الحقيقة مختلف تماما، ومتغيرات السوق مختلفة، وبالتالي إن لم يكن هناك أداة على الواقع، أداة فاعلة وإدارة جادة وفاعلة، بكل تأكيد ستكون هذه القرارات يعني حبر على ورق. نعم. لم تكن. نعم. نعم. طيب أستاذ مصطفى، سأعود إلى عدن مع رئيس الغرفة التجارية الأستاذ أبو بكر باعبيد. أستاذ أبو بكر، أيضا هناك مآخذ كثيرة على التجار بأن التجار للأسف يبحثون عن طرق ملتوية وغير قانونية من أجل يعني إخراج المبالغ سواء من اليمن أو إلى خارج اليمن أو إلى داخل اليمن، ويعني شراء يعني سواء بضائع أو غير ذلك. وهنا نقطة جوهرية تؤثر بصورة مباشرة على تدهور العملة، لأنها لا تذهب عن طريق القنوات الرسمية، عن طريق الاعتمادات والبنك المركزي، ولو يعني كان هناك فعلا يعني رغبة جادة من التجار بالتعامل بالطريقة الرسمية لساهموا بصورة كبيرة. برأيك لماذا لا تكون هناك يعني توجه من الغرف التجارية ورؤوس الأموال في اليمن باتجاه واحد لدعم الحكومة وأن تكون كل المعاملات رسمية وقانونية؟ أيوة طبعا، أنت تعرف التاجر يهمه أنه يعمل عمل تجاري بحت، لأنه هذا في مصلحته. الاعتمادات المستندية هي في صالح التاجر قبل صالح أي مصلحة أي شخص آخر. ولكن من بعد الحرب إلى الآن لم تمتع اعتمادات مستندية للتجار عبر البنوك، فكان التجار يعملون فتح أو التحويل والاعتمادات واستيراد البضائع عن طريق الصرافين. نحن نقول من أول افتحوا الاعتمادات، رجعوا البنوك أن تعود إلى عملها الطبيعي، عملها التجاري البحت، اللي هو فتح اعتمادات، يتم التحويلات عبر البنوك. لكن
هي الآن في المرحلة الآن من الآن صاعدا يقولون أنه سيتم كذلك، لأنه بالعكس هو الخروج العملة مثل ما تقول، لأنه نحن بالنسبة لنا كتجار يعني مضررين أكثر من شخص من أي شخص آخر لسبب واحد مهم، وهو أننا أنا لما أبيع البضاعة الآن اللي شريتها مثلا قبل شهر، قال لي يضمن أن نفس المبلغ اللي بعته الآن أنا بيشتري نفس البضاعة بعد في الشهر القادم مع انهيار العملة. هي العملة لما تنهار تسبب لنا قلق أكثر من أي حد آخر. نعم. ولكن كان الناس هكذا. أنا بالنسبة لي أعتبر التجار بعض التجار والله فدائيين، لأنه في هذا الوضع وفي هذا السوق وفي هذا عدم الاستقرار ولا زالوا ملتزمين باستيراد البضايع. أنا بسألك سؤال واحد بس، ولا بسأل أي إنسان، لو توقف استيراد السوق الرز مثلا من التجار، تخيل كم بيكون سعره الآن؟ ولكن في المقابل استاذ ابو بكر، في المقابل الان يعني هناك يعني ظلم كبير يمارسه هؤلاء التجار، يعني بمجرد ما يحدث حديث فقط عن ارتفاع العمله تذهب الى يعني الى التجار، ترى السعر قد اضعاف مضاعفه حتى على سعر الصرف اصلا. يعني انا خلينا اكون واضح وصريح وشفاف معك. نعم، انهيار العملة ليست بسبب التجار، لا يمكن تاجر يعمل هذا إنما لأنه لسببين. أولا لما يحجز بضاعة في الخارج، أنت تعرف البضائع الأساسية مثل السكر والرز وهذا أسعار بورصة، أي تغيير أي تأخير من التاجر أنه يفتح اعتماده أو يحول مبلغه للزيان اللي بتصدر له البضاعة ينتهي هذا العقد المتفق عليه، فيضطر التاجر يبحث عن الدولار بأي سعر عشان يلتزم أمام الجهة المصدرة أن يكون عند حسن الثقة، علشان يبقى الرفرنس حقه المرجع حقه أمام هذه الشركة طيب للمستقبل. فيضطرون بعضهم، لكن في بعض التجار يأخذون العملة من أجل التجارة، مثلا أصحاب النفط. النفط لما هم أكثر الناس اللي يستعملون الدولار وليس التجار. نعم، لكن التجار كثير منهم يستعملون حساباتهم اللي في الخارج. نعم. طيب الإجراءات، نعم، هي العملة داخليا. نعم أستاذ أبو بكر، ليش ما يربطون الدولة؟ شوف أي ما سائل علم السرقة. نعم، الدولة لما ما تضبط لازم تضبط الناس. من يضبط الناس؟ أنا. طيب الضبط الآن، هل يعني من خلال كلامك أيضا وكلام الأستاذ مصطفى نصر بأن هناك ربما خلل في عدم يعني ينعكس أو تنعكس هذه الإجراءات ميدانيا، هل هناك مثلا قصور مثلا في الجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية لا تساند مثلا الجهات المالية في البنك المركزي أو وزارة المالية لضبط هذه الاختلالات، وهنا تكمن المشكلة؟ طبعا في خلل في كل شيء، يعني ليس في هذا الخلل واضح يعرفون الحكومة قبلنا، خلل في عدم ضبط الصرافين المخالفين. نعم، خلل في عدم مراقبة الأسعار من قبل المكاتب التجارة والصناعة في كل هذا، خلل في كل شيء، لأنه قلت لك الجهاز الإداري للدولة دائما غير متواجد. نعم، نحن نتكلم بشفافية، لا لنا علاقة بالسياسة ولا علاقة بفلان ولا علا، نحن نريد استقرار، لأن أي استقرار ينعكس تلقائيا على تحسين وضع المواطن، على ان نحن صرنا كل التجار مركزين على بضايع معينه، ما دخلنا في بضايع الناس اللي الراحه والتطور وهذا. الان مثلا اعطيك مثال، الان الالواح الشمسيه ممنوعه عندنا. نعم، طيب هذا ارفع من يعني لما يمنعون حاجه زي كذا، ارتفعت عندنا البطاريات اللي كانت ب 30,000 الان 80,000، من يتحمل هذا؟ هل نحن سبب المنع؟ طيب اعود للاستاذ، لازم العمليه، نعم، في توافق. نعم، لازم شراكه حقيقيه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام والحكومه. نعم، نجلس مع بعض، هذا صح وهذا ما يصير. نعم، هكذا لازم تكون العمليه واضحه. نحن نعمل ليل ونهار والله، يوم في جمارك يوم في مينا، من اجل نستقر. نريد نحن تعرف اي تاجر لا يعرف تكلفه بضاعته ليس بتاجر. نعم، طيب استاذ، الا عندنا في اليمن ما نعرف تكلفتنا الى يوم البيع، ونحن عاد علينا رسوم وفلان جاي شيء حقه واللي مدري، هذا خطأ. نعم، طيب استاذ ابو بكر اسمح لي ان اعود للاستاذ مصطفى نصر. استاذ مصطفى،
الآن إذا ما الإجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يخص المضاربة بالعملة وتثبيت سعر الدولار ويعني محاولة إيجاد اعتمادات بنكية للتجار، هل هذه يعني الإجراءات كافية أم هناك إجراءات متاحة للحكومة لو عملت بها ربما تساهم بصورة أكبر من أجل الحد من انهيار العملة وأيضا الاقتصاد؟ اولا اود التعليق على نقطه ما يتعلق بالتجار. نعم، في الحقيقه هناك فعلا مضاربه بسعر العمله من قبل صرافين، وكما قال ايضا الاخ ابو بكر فيما يتعلق بهناك شركات صرافه غير مرخصه، هناك من دخل السوق لغسل الاموال وغيرها، وايضا هناك استغلال من قبل التجار برفع اسعار غير مبرره، لكن هذا من تتحمل مسؤوليته؟ تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية والرقابية. يفترض أن الحكومة تفعل أدواتها الرقابية، أن تعزز أو ترصد هذه الزيادات، وبالتالي تضمن عملية المنافسة، لأنه يعني حتى التاجر أيضا إذا وجد مناخ لتنافس حقيقي وعرض وطلب بالتأكيد أنه لن يقوم بعملية الزيادة المبالغ فيها في الأسعار، لأن هناك من سيبيع بأقل منه إذا وجدت آلية عادلة للمنافسة، وهذه تضبطها أيضا المؤسسات الحكومية. ومن هذا المنطلق أنا أؤكد على موضوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومؤسف أن الحكومة عندما تتخذ قرارات أو تعمل على تشكيل هياكل أو مؤسسات لا تنظر بعين الاعتبار للشراكة التي يفترض أن تكون متكاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهما أيضا أضلاع ثلاثة لأي تنمية في أي بلد. كل التصريحات أستاذ يعني مصطفى دائما تؤكد على الشراكة ما بين الحكومة وتطالب التجار بأن يكونوا وأيضا رؤوس الأموال بأن يكونوا سند للحكومة الشرعية، وربما معظم البيانات تخاطب بالدرجة الأولى هم التجار ورؤوس الأموال. أنا أتكلم عن شراكة وليس عن أوامر توجهها الحكومة. نعم. أو طلبات من القطاع الخاص أو من المجتمع المدني. نعم. الشراكة تعني أن يتم يعني النقاش حول السياسات المتبعة والتوافق حولها وعمل وضع المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى وبحث آليات تنفيذها، التنفيذ العملي على الواقع. نحن لدينا مشكلة الآن بالعودة إلى سؤالك فيما يتعلق بالحلول. نعم. في الحقيقة أنا ذكرت موضوع الإدارة، موضوع تواجد الحكومة وإدارتها للمؤسسات والمنافذ وغيرها، هذا أساس يعني بدون إدارة كفأة وفاعلة كل هذه القرارات لن تكون مجدية. الأمر الآخر فيما يتعلق بتوفير العملة، أي قرارات يعني لا تنظر بعين الاعتبار موضوع العرض والطلب للعملة مصيرها الفشل. موضوع هناك احتياج في السوق لاستيراد السلع والبضائع من الخارج، نحن اقتصاد يعاني من انكشاف وأكثر من 80 إلى 90% من احتياجات السوق المحلية هي من الخارج، بمعنى أننا نحتاج إلى دولار وعملات صعبة للشراء من الخارج، هذا يعني أننا بحاجة إلى عملة صعبة. ليس كافيا أن تتخذ إجراءات معينة أنك ستدعم بجزء معين للسلع الأساسية لغيره، هذه معالجات صحيحة إذا ما تم تنفيذها صحيح جزئية، لكن أيضا يجب على الحكومة أن تعمل على توفير العملة الصعبة، وتوفير العملة الصعبة نحن نعرف أنه مصدره الرئيسي هو موضوع تصدير النفط والغاز، موضوع أيضا الإدارة ملف عائدات المغتربين، موضوع المنح والقروض والتمويلات الخارجية والمساعدات، كل هذه الأشياء يعني يفترض أن تحسن قنواتها وأن يتم فعلا يعني تعزيز إيراداتها بحيث أنه يعني تضمن توافر السيولة. إذن هذه الحلول والوديعة السعودية يعني حتى وإن ساهمت بشكل بسيط لكنها غير مجدية على المستوى القريب والبعيد. لا، هي جيدة، الوديعة السعودية بكل تأكيد خطوة جيدة، لكن هل هي كافية؟ كم ستغطي من الأشهر لاستيراد السلع؟ يعني إذا كان احتياج اليمن خلال العام بحدود 13 مليار دولار لتمويل السلع أو المستوردة، ف2 مليار يعني
تقريبا لا تغطي سوى لأربعة أشهر بالتمويل أو ستة أشهر إذا كان الاستيراد أقل من الوضع الطبيعي. فبالتالي نحن نتحدث عن حاجة السوق لعملة صعبة، وهذه هي النقطة الجوهرية التي يفترض أن الحكومة تعمل على معالجتها، لأنها هي أساس المشكلة. هناك يعني عرض طلب في السوق، يجب أن تغطي هذا الطلب، طلب التجار، طلب استيراد البضائع من الخارج، وهنا يحدث السوق. الأمر الآخر هو موضوع الثقة. يعني بكل تأكيد الآن هناك ثقة منعدمة بين المواطنين والقطاع البنكي، هناك انعدام ثقة بين القطاع البنكي والبنك المركزي، هناك انعدام ثقة أو ضعف ثقة إن شئنا التخفيف من الأمر بين المجتمع والقطاع الخاص والحكومة. يعني هناك هذه الثقة لابد أن تعزز بإجراءات يراها المواطن على الأرض، يرى انعكاساتها بشكل إيجابي وعلى الأقل تدريجيا في الواقع العملي، حينها يمكن أن نقول أننا سرنا في السكة الصحيحة. نعم. وبدأنا نحو الخطوات الحل. نعم. طيب أستاذ أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية، سؤال أخير فقط، يعني إذا تحدثنا عن هدف مهم يفترض على الحكومة الشرعية أن تقوم به وتشرع بتنفيذه وسيسهم بصورة مباشرة فعلا بإيقاف هذا التدهور، ما هو من وجهة نظرك؟ طيب أولا اسمح لي أمسي بالخير لصديقي وأخي الأخ مصطفى قبل ما ينتهي البرنامج، ومسيكم بكل خير يا مصطفى الله يحفظك. نحن أهم حاجة هي الإدارة في أي عمل ناجح. لو بلغت المبالغ المرسولة في البنك المركزي بعشرات المليارات، إذا لم يديرها يتم إدارتها إدارة صحيحة فلا فائدة. نحن دائما نضرب من مثلا قلنا فنزويلا عندها دخل أكبر من أي دول عربية مئات المرات، ولكن الإدارة السيئة وصلتهم إلى ما وصلوا إليه. ويقولون مثلا عندنا في حضرموت عقل مفخر خير من مال مثمر. العقل اللي بيدير الشؤون المالية يجب أن يتم اختياره باختيار صحيح بدون أي علاقة لا بسياسة ولا بأي حاجة أخرى، فقط اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. أشكرك جزيل الشكر رئيس الغرفة التجارية في عدن الأستاذ أبو بكر باعبيد، والشكر أيضا لرئيس مركز الإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر، والشكر أيضا موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.